عم ده تلعب في الاهلي والزمالك راجل لاعب في انجلترا ولاعب ملهاش دولي، دعوه. لاعب دولي كبير مع بص منتخب يا كابتن، الامم ممكن الافريقيه. يجي عليك وقت، ما هي دي انت صلاح وصل للمكانه دي ليه؟ او اي او رونالدو والناس دي اللي بنشوفها، كل واحد ليه ناس بتحاول تشيل له الحاجه اللي موجوده دي. احنا بشر، ممكن انت تبقى احسن حاجه فورمه، بتيجي عليك وقت تتهز. يعني زي صلاح، صلاح ليه بيشوط ضربه الجزاء الاولانيه؟ ضغط الناس عليه ان انا لازم اشوط. طب انت ما شوطتش ليه؟ طب انت ما صلاح، طب في الماتش اللي هو النهائي، طب سبت الضربه الرابعه ليه؟ طب دي كانت مهمه، غصب عنه هو بشر. طب صح. خلاص اشوط اول ضربه. فانت بتوصل اللعيب، شوف لعيب قيمه صلاح وتعامل مع ناس، بس هو غصب عنه لازم يتضغط في وقت. صح. اسالك على لقطه مؤمن زكريا امبارح مع محمد صلاح، رايك دي فيها ايه؟ لقطه، لقطه عظيمه بصراحه. يعني شفتها ازاي؟ بصراحه كنت مبسوط جدا. يعني جبر الخواطر دي بتبقى حاجه، وده مؤمن، ده لعيب كبير جدا. يعني مؤمن ده كان في يوم من الايام ما انا احسن، معلش ما حدش يعرف صلاح ويعرف مؤمن، لكن شوف اللعيب الكبير واللعيب القيمه هو اللي بيظهر معدنه. فده صلاح هيبقى لعيب كبير قيمه كبيره، ما طلعش غير من لعيب. يعني اكيد ده تعب وشقى وفاهم يعني ايه جبر الخاطر، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يعني اكيد حاجه زي كده تبسط مؤمن، اكيد اكيد حاجه صحيح. بسيطه، ان انا ما بالك الشخص نفسه ممكن تبقى كان مشهد بالنسبه له ايه. مشهد تاريخي يعني، طبعا مشهد جميل ومشهد يفوق التوقعات حتى كمان. اللقطه دي يعني صلاح بيوصل لل يعني زمايله قيمه صلاح، ان انا حتى واحد من مصر صاحبي انا جايبه، لقطة ايه؟ لقطه عظيمه. شوف حتى الفرحه وهو مبسوط وصلاح مبسوط ولا الناس كلها مبسوطه. النهارده الصحافة الإنجليزية بتقول إنه تعامله مع مؤمن زكريا كأنه واحد منهم، لعيبة ليفربول يعني، واحد من الفريق بيحتفل معاه. انت ممكن لقطه زي دي ياخدوا الدوري بيها ياخدوا الدوري بيها. والله. اصل ربنا اسمه، ربنا اسمه الكريم والعادل. انت مش هتعمل حاجه، انت النهارده استون فيلا بتعادل، كان ممكن يخسر. ويست هام النهارده تعادل مع وست هام مانشستر سيتي. ممكن كان يخسر. يعني محرز لو جاب ضربه الجزاء خلاص خدوا الدوري، صح لا تضيع، صح ممكن كنت تخسر. صح ما وهتلعب استون فيلا استون فيلا في المباراه الاخيره، جيرارد، ستيفن جيرارد. فممكن ما تعرفش. سبحان الله. اصلا المباراه دي نفسها، مباراه الكاس، كانت متعقربه قدام وكسبوا في تشيلسي الاخر. وكسبوا في الاخر. فهي انت في حاجات انت مش ما تبقاش يعني ما صح تفوتش منك كده يعني.